السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس تطوير الثيمات في الووردبريس. سنتعلم في هذا الدرس طريقة إضافة دعم لبعض الميزات أو support features. حسنا، أول feature التي سنقوم بدعمها في الثيم الخاص بنا هي الفيتشر التالية. دعوني أريكم هذا الموقع الرسمي للووردبريس. الفيتشر عندما تريد إضافة مقال جديد أو تحريره من مقالات داخل لوحة التحكم، على سبيل المثال مقالات أضف جديدا هنا، طيب عندما نضيف لا يوجد مكان للصورة، يوجد إضافة عنوان وإضافة description إلى غير ذلك من الأشياء، لكن لا توجد صورة كما تلاحظون، تصنيفات وسوم المقتطف والمناقشة وهنا الحالة والظهور. إذا أردنا ذلك نقوم باستدعاء الدالة add theme support، اللي هي نقوم بدعم بعض الأشياء أو بعض الميزات في الثيم الخاص بنا والقالب الخاص بنا. ننادي على الدالة التالية add theme support، هنا نسمي الفيتشر والتي هي تايب سترينج، يعني سلسلة أحرف، هنا الأرجز التي تحتويها. حسنا، على سبيل المثال لو أردنا التايج الخاص بنا، التايج على سبيل المثال لو نذهب هنا إلى الهيدر، هنا لدينا التايج في الهيدر، نعم أين هو التايتل، لدينا التايتل عفوا، هنا ديمو تايتل. لو أردنا دعمه في الثيم الخاص بنا نقوم ب add title، add theme support title tag. لكن أين تستدعى هذه الدالة؟ هذه الدالة تستدعى في after setup theme، هذا action، أي أنه hook هو action after setup theme. أما بالنسبة للinit فقد تكون متأخرة بعد تحميل الثيم الخاص بنا. حسنا، سنقوم بدعم أولا الثامبنيل. لو نقوم بالنزول قليلا سنجد الأد ثيم سبورت بوست ثامبنيل، بوست ثامبنيلز. حسنا، حتى نقوم باستخدامها هنا أولا سنقوم بعمل أد أكشن كما تعلمنا سابقا. الأول هو التاج الخاص بنا، التايج الخاص بنا نقوم بجلبه من هنا، من هنا كما ترون after setup theme، كما يقوم بعمل recommend الويب سايت الخاص بالووردبريس، يقوم بنصحنا باستخدام هذا الهوك after setup theme. after setup theme هذا هو التايج الخاص بنا. أما هنا فالفانكشن الخاصة بنا، حسنا الفانكشن يمكننا كتابة اسم فانكشن معين هنا، ولنقم على سبيل المثال سبورت فيتشرز، سبورت ثيم فيتشرز، ثيم فيتشرز هذه عبارة عن فانكشن اسمهم، لا تحتوي على أي arguments. سنقوم بنسخ اسمها هنا كالتالي. الآن نقوم بدعم بكتابة ما نريده add theme support، هنا add theme support. الأرجيومنت الذي سيكون فيها والدعم على سبيل المثال البوست، بوست thumbnails التالية، نعم نقوم بنسخ post thumbnails كما هي ونضعها هنا. لو نقوم بالحفظ والتحديث، حسنا لو نقوم بالتحديث هنا لإضافة مقالة جديدة سترون أن الصورة ستظهر هنا، إمكانية إضافة صورة للمقالة هي هنا كما ترون الصورة البارزة للمقالة، ونقوم بسحب صورة من هنا أو نقوم بتعيين صورة والضغط على نشر حتى نقوم بنشر الارتيكل الخاص بنا أو البوست الخاص بنا.
حسنا، هذا هو درس اليوم. يمكننا أيضا التيم سبورت الخاص بالهيدر على سبيل المثال، لو نقوم بحذف التايتل ريموف تايتل هنا، ونقوم بإضافة كما ترون هنا، ديمو ثيم، هذا هو التايتل الخاص بنا، قمنا بحذفه ولنقوم بإضافته هنا. ونصعد قليلا سنجد ال Add Theme Support Title Tag هنا هكذا، لو نقوم بإضافته Add Theme Support ونقوم بإضافة Title Tag، أعتقد أنه هكذا Title Tag. نعم، نقوم بالحذف، نقوم بالرجوع إلى الصفحة التالية والتحديث. كما ترون الاسم هنا موقع ووردبريس عربي آخر Tutorial Theme، لو نريد تغييره سنعود إلى صفحة WP Admin هنا ونذهب إلى Settings. نعم، الإعدادات، هنا في الإعدادات نذهب إلى عام وسنجد عنوان الموقع أو سطر الوصف هنا، كما ترون Theme Tutorial موقع دورة أو Theme Development Tutorial. هكذا نقوم بالحفظ تحت نرى ما سيحدث هنا. تم الحفظ، تم حفظ الإعدادات. لو نقوم بهذا يتغير ديناميكيا، هذا جيد. سنلتقي في درس آخر بإذن الله، أتمنى أن يكون الدرس واضحا. إن كانت لكم استفسارات ضعوها في صندوق التعليقات أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.